خلينا نعمر دي بيت بيروت. هو حلم صرنا تقريبا اكثر من سنه عم نشتغل عليه. 4500 شخص رح يكون عندهم الفرصه يحضروا روايه بيروت و it can only be live. منا شغله فيها تنعمل ترجع على دي في دي ام تنحط على التلفزيون. You have to be in it. نحن هون عم نسجل اخر اغنيه يلي رح تكون بالكونسرت، نشيد لكيف بدنا لبنان يكون بالرغم من كل الاغلاط يلي عملناها، يلي بياتنا عملوها، يلي جدودنا عملوها. نحن صرنا بيات، نحن صرنا مسؤولين عن هالبلد وعن هالمدينه. خلينا نزرع لحقول. انا كثير مبسوط انه رح اكون موجود بهذا الحفل الضخم ورح نشوف شيء مش شايفين منه قبل بلبنان. هو منه كونسرت ومنه بس 3D presentation ام بس a visual concert. اذا بتكون it's a mix, it's a new product. انا as a person, as a fan, I'm amazed بالشغل اللي عم بيعملوه الشباب. عم جرب اوصل للنتيجه اللي بدي اياها، اللي هي العالم هن وفالين يكونوا حاملين هالمسؤوليه ويكون بدهم يحافظوا على المدينه الحلوه.